معلومة أنا حابب أديها لكم حصريا أنتوا تنفردوا بيها. إحنا يوم 9 الجاري اللي هو 9 نوفمبر هندعو لقمة عربية للشعوب، وهيشارك في هذه القمة عدد كبير من الساسة والمفكرين. الحقيقة تاريخ القمم العربية هو يعني تاريخ مؤلم للشعوب العربية، ومنذ فترة وفي إطار المجلس العربي للديمقراطية وشبكة الليبراليين العرب المنبثقة عن المجلس العربي، كان لدينا مشروع طموح جدا بفكرة إنشاء جامعة للشعوب العربية تعبر عن ضمائر الشعوب العربية، تعبر عن احتياجات الشعوب العربية أن تسمع صوتها بعد أن تم الضغط عليها في كثير من الدول العربية كي لا تعبر عن غضبها مما يحدث في أحداث غزة. أعتقد أن هذه القمة ستكون علامة فارقة في إطار العمل الشعبي، في إطار الاهتمام برأي الشعوب وتوجه الشعوب، وأنا بعتقد إن ده جزء من مكتسبات طوفان الأقصى، التركيز على قيمة الشعوب وأهمية دور الشعوب. وهذه القمة التي ستعقد افتراضيا يوم 9/11 ستكون قمة للشعوب بمعنى الكلمة، سيتحدث مفكرين وسياسيين وكتاب وإعلاميين، وإحنا من خلال منبركم إحنا بنطلق هذه الدعوة لمشاركة الجميع. ماذا يطلب الشعوب؟ هذا ما سنطرحه في قمة الشعوب. ما نطلبه من القمة العربية أن تتخذ مواقف حقيقية، ما نطلبه من القمة العربية هو قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق أبواب التطبيع المجاني الذي كانت تسير إليه الأمور في السنوات القليلة الماضية. ما نطلبه هو تضامن حقيقي، تضامن فعلي وعملي مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع أهلنا في غزة بشكل خاص. قمة الشعوب تعبير عن إرادة الشعوب، هذا الصوت نتمنى أن يصل إلى قمة رسمية، ونتمنى أن نجد له صدى في هذه القمة، وإن لم يكن له صدى فعلى الأقل تشعر الشعوب أن هناك من يستطيع أن يعبر عن رأيها وعن موقفها الحقيقي والصحيح. لا شك أن تجاربنا مع القمم العربية تجارب غير سارة، وكثير من الشعوب العربية تؤمن أن جامعة الدول العربية انتهت ولم يعد لها دور حقيقي بفعل سيطرة بعض القوى الإقليمية على هذه الجامعة وعلى قراراتها، وأنها تعبر عن هذه الأنظمة أكثر مما تعبر عن الشعوب.